حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني عمر هو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه قال: سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر فأخبرته فقال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قُبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب